السلام عليكم، شلون الشباب؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير. وياكم كرار حازم من قناة مستر جوكر على اليوتيوب. رجعت لكم بفيديو جديد من سلسلة شروحات التليجرام. اصدقائي، كنا نعرف انه اكو ميزة تشوش بيها المحتوى داخل القنوات او داخل اي محادثة داخل التليجرام. يعني مثلا عندك نص تقدر تسوي له ميزة التشويش، لكن حاليا اصدقائي راح اشرح لكم طريقة عمل تشويش للوسائط. يعني مثلا عندك صورة تسوي لها تشويش حالها حال النص داخل التليجرام، على مود تدزها لاصدقائك بمجرد يضغطون على هذا التشويش راح تنفتح الصورة بكل بساطة. طبعا اصدقائي الشرح جدا سهل وبسيط وما يحتاج لاي شيء. كل اللي عليكم فعلا ان تطرحون على المحادثة اللي تردون تدزون بها الوسائط او قناتكم او مجموعة او اي شيء داخل التليجرام. على سبيل المثال انا راح استخدم اصدقائي هذه المحادثة، تمام؟ بعد ذلك راح اختار انا صورة مثلا، ولتكن اصدقائي هذه الصورة، تمام؟ بعد ما اختارينا الصورة اللي نريد ندزها ونسوي عليها ميزة التشويش، نضغط على ثلاث نقاط الموجودة اعلى يمين الشاشة. بعد ذلك نضغط على اخفائها بالتشويش، اخفائها بالتشويش. اصدقائي هذه الميزة تم اضافتها جديدا بنسخ التليجرام المعدلة ونسخة التليجرام الرسمية، تمام؟ نضغط على اخفائها بالتشويش. مثل ما قاعد تلاحظون الصورة اختفت وصار عليها مثل التشويش. بمجرد نرسل الصورة اصدقائي راح تكون بهذا الشكل حالها حال النص اللي يكون مشوش، تمام؟ على مود نقدر نفتح ونشوف احنا هذه الصورة، كل اللي علينا فعلا نضغط ضغطة واحدة على الصورة بهذا الشكل راح تنفتح الصورة بكل بساطة، تمام اصدقائي؟ فبهذه الطريقة احنا نقدر نسوي تشويش للصور والمحتوى داخل التليجرام حالها حال النصوص. فاصدقائي لحد هنا شرحنا لهذا اليوم، دمتم بخير، في امان الله.